الميعاد من وين ما كنتوا عم بتتابعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا، منقلكن انه هلأ صار وقت الحظ الحلو والربح، يعني صار وقت يومية وثلاث صحوبات جديدة يومية 3، 4، و5. قبل كل شيء بدي رحب بمندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة جلال زيدان. كيفك اليوم بهالشوبات؟ يعني اجى الشوبات، بكرة بتجي الصيفية، بيزيدوا المشاريع، بس ما في أحلى من انه نصرف على حساب يومية. أكيد خلينا نبلش مع أول سحب لليلة يومية 3. شو رح تختار مكنة يومية لليوم 5 نيسان؟ وشو رح بتكون أول طابة؟ هات لنشوف. الطابة الأولى 9، ثمانية، 7 أقولكن. هات لنشوف 9، 8. لا، نص الثمانية 4، 9، 8، 4. 3 طابات، هول هن طابات يومية 3 لليوم. مشاهدينا إذا اخترتوا هالطابات وقررتوا تلعبوا بالدور منقلكن مبروك. المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب4000 مرة، أو إذا تكستوا حيلا أو عشوائيا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب150 مرة. وهلأ رح ننتقل ليومية 4 ومن جديد 4 طابات رح تختارون المكنة هالمرة. نبلش مع الطابة الأولى لاسري يومية 4. 4، بداية حلوة. 1، 4، 1، 8، والطابة الرابعة بيومية 4. 5، 4، 1، 8، 5. هيدا هو سري طابات يومية 4. لكل يلي اختار يتكس هالأرقام بالدور المبلغ يلي دفعتوه تضربوه ب4000 مرة، أو يلي تكس حيلا أو عشوائيا المبلغ يلي دفعتوه تضربوه ب150 مرة. هول كانوا طابات يومية 3 ويومية 4. شو رح يكونوا طابات يومية 5؟ رح ننتقل للمكانة من جديد. خمس طابات هلأ رح يبينوا على الشاشة. والطابة الأولى 0. الطابة الثانية 2. صفر 2، 3. الطابة الرابعة كمان 0، وهيدا أول دوبل بيقطع معنا لليلة. 0، 2، 3، 0. والطابة الأخيرة ليومية 5، 7. إذا 0، 2، 3، 0، 7. لكل يلي اختاروا هالأرقام وقرروا يتكسوا بالدور المبلغ يلي دفعوه بضربوه ب40000 مرة. حلوين بالدور، يعني 0، 2، 3، 0، 7. أو إذا اخترتوا تكسوا حيلا فالمبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب350 مرة. وهلأ خلينا نرجع نتأكد من نتيجة سحب اليوم، نتأكد من نتيجة سحب يومية 3، يومية 4 ويومية 5. معك جلال، تفضل. سحوبات يومية لنهار الأربعاء 5 نيسان 2017، أرقام الرابحة لسحب يومية 3 9، 8، 4، لسحب يومية 4، 4، 1، 8، 5، لسحب يومية 5، 0، 2، 3، 0، 7. ألف مبروك للرابحين. شو يا جلال، زبطت معك اليوم؟ لا والله ما زبطت. طيب بسيطة، ما بنقول لك إلا إنه الحل هين. ولكل يلي ما حلفن الحظ، طبعا يلي حلفن الحظ بنقول لهم مبروك، لكل يلي مثل جلال ما حلفن الحظ بنقول لكم إنه الحل هين. فيكم تتوجهوا لأقرب مركز من لالي وناس دي جو يلي موجودين ومنتشرين بكل المناطق اللبنانية. محل ما في لوتو في يومية، ما لكم إلا إنه تنقوا لعبتكم يومية 3 أو 4 أو 5، تنقوا التكسو أو بالدور أو حيلا. طبعا كل ما تكستوا أكثر كل ما حظكم بالربح بيزيد. يومية منذكر أنه هاللعبة السهلة والسريعة فيها تحولكم 500 ليرة والألف ليرة للألوف وللملايين، وفيكم تلاقونا كل يوم مثل هيدا الوقت، ونحن منرجع منلاقيكم بكرة بهيدا الوقت. في شيء من هالبعض بعد نحب نزيده جلال؟ لا خلاص. أنت شو عادة تلعب؟ بلعب يومية 3، 4 ولا 5؟ بلعب 3 أوقات، أوقات بلعب 4. أوكي طيب، لكن نحن منرجع منلاقيكم بكرة بالوقت نفسه.
Le Wii Group présente La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, à partir du 29 avril, au Théâtre du Casino du Liban.